السلام عليكم يا أحلى وأغلى متابعين. في بداية الفيديو مثل كل مرة أقول لكم لايك الفيديو، وإنه مشترك وأول مرة شفتني اشترك بالقناة وتركونا تعليق حلو مثلكم. حبايبي الغالين، هالمرة راح أشرح لكم عن طباخات تكنو لأول مرة تنعرض، الفرنين غاز والفرن واحد. ليرجون عندكم تابع الفيديو حتى تعرفون كل تفاصيل الطباخ. هذا الطباخ الأسود اللي تشوفوه 5 مشاعل تكنو غاز نظام الإيطالي، قياساته 60x90، ضمانه 3 سنوات صيانة موقعية، يجيب فرنين. طبعا نظام الغاز مالته هسه تشوفون نظام الغاز مالته التيربو النوزل، النظام الإيطالي مثل ما تشوفون. هذا يجيب راس يعني ما ينهرش ولا يصير بيه أي خلل. طبعا طباخ فول سيفتي، السيباية مالته صب، تجي قطعة واحدة. طباخ كلش حلو، نظامه ايطالي يعني بكل سويتش جداحة، يعني مو دقمة واحدة على كل العيون، لا كل سويتش مال العين جداحة، وجداحة هم داخل الفرن وسيفتي داخل الفرن. هذين الفرنين غاز، يعني مو واحد غاز واحد كهرباء، لا فرنين غاز. عندنا الفرن الايسر والفرن الايمن، اثنيناتهم غاز. الايسر شوية اكبر من هذا الفرن اليمين، طبعا شاشة ديجيتال تقدرون تشغلون الشواية تتحكمون بالتايمر مال الفرن، وهذا هم شاشة ديجيتال. ال4 مشاعل اجيبي اللون الكريمي واللون الستيل. الاسعار هسه ان شاء الله راح تسمعوها بالعراقي معنا الله مو بالدولار، وراح اخلي لكم الاسعار بالدولار همات بالوصف. ال4 مشاعل نفس مواصفات ال5 مشاعل، هم سيباية صب، نظام الغاز مالته نظام التيربو الايطالي نوزل، اقتصادي كلش بالغاز وناره تيربو. جداحه همات بكل سويت جداحه. هاي الطباخات بها شويه بالديزاين احلى من باقي الطباخات، تجي الجامع مال الفرن كيرفي، يعني شوفوا بها انحناء تجي. طبعا ال5 مشاعل سعره 630,000 دينار، وال4 مشاعل سعره 470,000 دينار. مثل ما تشوفون الفرن مال ال4 مشاعل اشتغل فوق وجوا سوا دبل جامع، الباب مالته هيدروليكي، وتوفر عندنا توصيل داخل بلد 5000، توصيل لكافة محافظات العراق 25,000 دينار.